السلام على رسول الله. بإذن الله تعالى يعني نطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التطبيق لصفة الصلاة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يعني كان حال السلف رضوان الله عليهم، وكذلك من قبل يعني الخلفاء الراشدين كانوا يصنعون هذا، على ما سيأتي معنا كذلك في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني عندما يأتي يصلي يستقبل القبلة، نحن نعتبر هذا الأخ الآن مستقبل القبلة، يتخذ سترة، يصلي أحسن من هذا. طيب، مثل ما قلنا يستقبل القبلة، يتخذ سترة. أقل ما يكون في اتخاذ السترة أنها سنة مؤكدة، هذا أقل ما يقال فيها، فهو يتخذ سترة شيء مرتفع. مثال الآن نريد نضع هذه طيب أذرع، ثلاثة أذرع بينه وبين السترة. ما فائدة السترة؟ فائدة السترة أنه لو مرت مرأة من هنا وهو متخذ للسترة تقطع عليه الصلاة. ومن العلماء من يقول أنه إذا اتخذ السترة حتى لو مرت هنا من بين يديه لا تنقطع الصلاة، وهذه يبين فضل السترة وثمرة وجود السترة. الاستقامة بالنسبة للرجلين يجعل الرجلين على استقامة البدن، ولا يجعل أنا منفرجة هكذا مفتوحة أو مضمومة أو سقط رجلك أو هكذا، يجعلها على استقامة البدن. النظر دائما في الصلاة يكون إلى موضع السجود، على ما سيأتي معنا أنه في التشهد ينظر إلى إصبع السبابة. طيب، يستقبل القبلة ثم يقف، ثم بعد هذا يرفع اليدين ممدودة الأصابع مضمومة حذو الأذنين أو حذو المنكبين، أرفع شوية حذو الأذنين. هل يمس شحمة الأذنين؟ لا، حذو الأذنين أو حذو المنكبين، هذا التكبير الصحيح. الخطأ الآن يطبق، هو يفرج بين الأصابع، يمس الشحمة، يكبر مثلا حذو السرة أسفل. نعم. طيب، ثم بعد هذا عندما يرفع اليدين يقول مع هذا الله أكبر، ويصح أن يجعل التكبير مع الرفع أو قبل أو بعد، لا إشكال. يعني يقول الله أكبر مع اليدين أو قبل أو بعد، ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الوضع، وهكذا هو القبر. أما ألا يضع يديه بالكلية يسدل، أو يضع اليدين على الخاصرة أو على السرة أو على القلب أو على أعلى ما أعلى الرقبة. نعم. طيب، بعد هذا ماذا يصنع؟ يقول دعاء الاستفتاح، ثم يستعيد
ويبسمل ويقرأ الفاتحة كاملة، ثم بعد هذا يؤمن. ذكرنا في الدرس الماضي أن قراءة الفاتحة ركن في السرية وفي الجهرية. نعم، فإذا كان يقرأ الإمام الفاتحة تستمع لقراءة الإمام وتؤمن بعد الإمام، ثم بعد هذا تقرأ الفاتحة. الآن يقرأ الفاتحة، لكن قبل قراءة الفاتحة يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة كاملة، ثم بعد هذا يؤمن. إذا أراد أن يقرأ سورة، وقلنا قراءة السورة سنة، حتى في الثلاثية والرباعية، في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ. طيب، إذا أراد أن يبتدئ من أول السورة ويقرأ من سورة الإخلاص مثلا، ماذا يقول؟ يستعيد لا يستعيد؟ يبسمل؟ نعم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وإذا أراد أن يقرأ مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه، يقرأ مباشرة بلا استعاذة ولا بسملة. فإذا فرغ من القراءة سكت هنيا، يعني يسكت سكتة لطيفة خفيفة. السكتات هنا، السكتة الأولى تكون بين التكبير والقراءة عند الإمام في الجهرية، بين التكبير والقراءة. ماذا يصنع في هذه السكتة؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية إذا انتهى من القراءة يفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع. إذا كم سكتة عندنا؟ سكتة لدعاء الاستفتاح، وسكتة إذا انتهى من كل القراءة وأراد الركوع. أما أن يسكت بين الفاتحة والسورة، هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم بعد هذا كذلك يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين قائلا الله أكبر ويركع. الركوع لابد فيه على ما ذكرنا من أن يكون الرأس مع الظهر في مستوى واحد، حتى لو صب عليه ماء لاستقر. اليد عندما يضعها على الركبة، باطن الكفين على الركبة كالقابض عليها، اليد هنا لا تنثني، هنا من المفصل لا تثني. هذا إذا ثنى اليد هنا انثنى الظهر، فتكون يعني هكذا على استقامة، ولا يطأطأ الرأس، يعني لا يصلح أن يطأطأ الرأس هكذا أو يرفع الرأس، وبهذا يكون ينظر إلى موضع السجود. يقول في حال الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، ويزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين الركوع الآن وبين القيام مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده، هكذا سمع الله لمن حمده. بعض الناس هدانا الله إياه يقول سمع الله لمن حمده متى؟ عندما ينتصب قائما، وهذا لا يصح، لأن سمع الله لمن حمده هنا في هذا الركن مكان تكبيرة الانتقال، يعني بين الركوع الآن وبين الرفع يرفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده. إذا استتب قائما يقول ربنا ولك الحمد، نعم، ويزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة. عندنا إشكال تقدم، المسائل التي اختلف فيها علماء أهل السنة والجماعة، كأن يقول ينزع على اليدين أو ينزع على الركبتين. تقدمت هذه المسألة وقلنا أن الطالب لو أراد أن يبحث الآن في هذه المسألة والأدلة وما إلى ذلك لا يستطيع الترجيح لقلة الآلات لديه، فماذا يصنع؟ يبحث عن إمام عالم رباني يثق في دينه وعلمه، أخذ بقوله كالأكل من الميتة إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. يسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف عضو واحد، ثم باطن الكفين، ثم الركبتين، ثم باطن أصابع الرجلين. والإشكال أكثر ما يكون في السجود، يعني لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض هكذا. البعض هدانا الله إياه إما أن يضع الأصابع يعني من فوق على الأرض
ظاهر الأصابع على الأرض هكذا، أو يضع رجل فوق أخرى، أو يرفع أحيانا. نعم، فيضع باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبين. إذا لم تستطع يعني صنع هذا، ماذا تصنع؟ كما صنع الأخ، يعني تجلس هكذا تتدرب على وضع باطن أصابع الرجلين على الأرض هكذا تجلس، ثم لا تغير يعني وضع الأصابع وتسجد. وضع اليدين هنا الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين. البعض يظن أن المجافاة تكون في وضع اليدين على الكفين على الأرض فيجافي بهذه الطريقة، هذه الطريقة خطأ. يجعل باطن الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، ثم بعد هذا يجافي. يجافي بين أشياء ثلاثة، هذا الموضع الأول بين إبطيه، الموضع الثاني بين الفخذ والبطن، والموضع الثالث بين الفخذ والساق. ثلاث مواضع، مفهوم؟ نعم. أحيانا يمتد البعض في السجود حتى يعني تراه كأنه يعني نائم، هذا لا يصح. نعم. طيب، ثم بعد هذا يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض. نعم. طيب، أما وضع اليدين، يضع الكفين على نهاية الفخذين. نعم، وينظر إلى سجوده، يقول هنا رب اغفر لي، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات والعلو في الصفات. ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية، ثم بعد هذا يقوم إلى الركعة الثانية، يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام، وليس فيها دعاء استفتاح. وكذلك هناك من العلماء يقول يكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى، لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة. وكذلك الثانية في الأصل تكون أخف من الأولى. نعم. طيب، هذا ما يصنع في الركعة الثانية، ثم في الركعة الثانية يجلس للتشهد. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كصلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، ماذا يصنع؟ بعد أن يتشهد التشهد الأول يقوم إلى الركعة الثالثة، يقوم إلى الركعة الثالثة، يأتي بالثالثة إذا كانت ثلاثية، ثم يتورك. إذا في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يتورك. التورك بأن يخرج رجله اليسرى أسفل من أسفل الساق، ساق الرجل اليمنى، ويجعل اليمنى منصوبة هكذا وأصابع اليمنى إلى القبلة. هذه الصفة. لكن هنا بالنسبة لليد اليسرى يقبض بها على ركبته اليسرى، ثم يشير بإصبعه، يقرأ التشهد التحيات لله والصلوات، ثم بعد هذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يستعيذ بالله من أربع، ثم بعد هذا يدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. إن فعل ما يفعل بعض الجهال هدانا الله إياه من تحريك الأيادي أو الضرب بها، أو أنه مثلا قلنا يلتفت أحيانا عن القبلة في السلام، أو أنه يرفع الرأس ويطأطأ الرأس عندما يسلم هكذا، هذا كله من أخطاء المصلين. طيب، طيب، بعد هذا بعد صلاة الفريضة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نعم، جزاك الله خير.
يبقى معنا الآن أن الواحد منا يصلي ويظن أن هذه الصلاة وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري أحيانا كيف يعني يكون وضع الظهر أو الوضع في السجود أو كذا. والسنة كما ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عليهم كان يتدارس العلم فيما بينهم، ومن هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد منكم بارك الله فيكم يعني بعد أن انتهي الدرس تتحلقوا حلق، كل حلقة يقوم الواحد يصلي ويراه البقية، بخاصة ما يكون في الركوع والسجود. طيب، يبقى معنا سجود السهو. سجود السهو، السهو له أسباب ثلاثة: زيادة أو شك أو نقصان. سهوا إذا زاد في الصلاة متعمد فالصلاة باطلة، ترك شيء من الأركان أو الواجبات عمدا فالصلاة باطلة، ترك واجب سهوا أو عمدا فالصلاة لا، سهوا أو جهلا فالصلاة صحيحة. فالسهو له صور ثلاثة: زيادة، نقص، وشك. زيادة، إذا زاد في الصلاة، زاد في الصلاة، مثاله هو يصلي الظهر، قام إلى الركعة الخامسة، قام إلى الركعة الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر أنه في الخامسة، ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة إلى وضع التشهد، يجلس. لو قال بعد أن تذكر أنه في الخامسة، لو قال الرحمن الرحيم بطلت الصلاة، لأنه زاد هنا عمدا، أما عندما قال الحمد لله رب العالمين زاد سهوا، مفهوم؟ طيب، إذن متى تذكر أنه قد زاد في الصلاة ماذا يصنع؟ يرجع إلى جلسة التشهد. إذا كان قد قرأ التشهد الحمد لله يسلم، وإذا لم يقرأ التشهد يتشهد ثم يسلم، هذا إذا زاد في الصلاة سهوا. الثاني النقص. النقص له صور: إما أن يترك سنة، وإذا ترك سنة الصلاة صحيحة، أو يترك ركن أو يترك واجب. إذا ترك سنة فالصلاة صحيحة، يكون مثلا ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وقام إلى الثالثة، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيء، الصلاة صحيحة، يسجد للسهو. نعم. طيب، الثاني ترك الواجب. ننظر، ترك الواجب سهوا يجبر بسجدتين، وإذا ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة. لكن في التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة على ما ذكرنا، إذا قام إلى الركعة الثالثة وتذكر أنه لم يجلس التشهد ماذا يصنع؟ يرجع؟ لا يرجع، هذا إذا قام وارتفع عن الأرض. وإذا لم يقم، مثاله هو جالس الآن للتشهد الأول، لكن بدل أن يقول التحيات لله والصلوات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم عندما أراد أن يقوم قبل أن يقوم تذكر أنه لم يقرأ التشهد، ماذا يصنع الآن؟ هل انتقل من موضع هذا الواجب؟ لا، لم ينتقل، فماذا يصنع؟ يقرأ التشهد الآن. لكن إذا قام
إلى الثالثة لا يرجع، وعليه سجود سهو. يبقى معنا ترك الركن. ترك الركن مبطل للصلاة، جهل أو نسيان أو عمد. فماذا يصنع إذا ترك ركن من أركان الصلاة؟ لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن، لأن كل شيء جاء بعد ترك الركن جاء في غير موضعه. هذه مسألة مهمة أعيدها الآن. إذا ترك ركن من أركان الصلاة، مثاله ترك قراءة الفاتحة في الأولى، عندما ترك قراءة الفاتحة في الأولى ترك ركن. الركوع في الأولى والسجود في الأولى والقيام إلى الثانية، هذا كله لاغي. لماذا؟ لأنه وقع بعد ترك الركن وجاء على خلاف الترتيب الذي تقدم معنا. فإذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى وهو في الركعة الثالثة، ماذا يصنع؟ يرجع إلى الأولى، يأتي بالأولى كاملة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. لا، نعم، لأن كل شيء وقع بعد ترك الركن لاغي. مفهوم؟ لو قال قائل طيب الثانية كاملة والثالثة كاملة، يأتي بركعة ويلفق يجعل الثانية الأولى والثالثة هي الثانية ويأتي بالثالثة مكان الأولى، نقول لا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الأفعال التي جاءت بعد ترك الركن جاءت غير مرتبة فلا تصح، فلا بد أن يرجع إلى الأولى. مفهوم؟ إذن أخذنا الزيادة وأخذنا النقص، يبقى معنا الشك. الشك هذا ينقسم إلى قسمين، انتبه. القسم الأول أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة في الصلاة أو في غير الصلاة. عندنا قاعدة، كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه ولو كان الشك 99%، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. هذا الأخ توضأ ثم دخل إلى صلاة العصر، قال الله أكبر، وجاء إليه الشيطان قال متوضئ؟ قال نعم. قال طيب ماذا صنعت؟ بدأ يفكر، وهل مسح الجوربين أو لا؟ هل مسح على الرأس أم لا؟ هو عندما دخل الآن في الصلاة دخل على ماذا؟ على أنه نعم توضئ. يحرم عليه الرجوع والخروج من الصلاة، حرام. توضأ، وبعد أن توضأ شك هل مسح أو لم يمسح، ماذا نقول له؟ فتوى. فتوى نقول مسحت، ولو رجعت أنت آثم. طاف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، عندما صعد على الصفا قال والله 6 أشواط، أغلب الظن 90% أنها 6، لا يرجع، لو رجع فهو آثم. وبهذا جاءت الشريعة. صلى الآن الأخ معنا هنا صلاة العصر وقال والله غلبت الظن 99% أني في الثالثة كنت أفكر في الدورة وكذا ولم أقرأ الفاتحة، انتهت الصلاة، لا يرجع، ولو رجع فهو آثم. الشريعة جاءت لقطع الوسواس، قلنا عندما رجع قال ما شاء الله وضوء السلف، لأن الوساوس متى يعني فتحت هذا الباب لا يغلق عليك. البعض
يوسوس يوسوس. نسأل الله السلام والعافية. فكان رجل يعني معروف بالوساوس. استيقظ يوم من الأيام وقال لزوجته: والله لا أدري يعني هل طلقتك أم لا. قالت: يا رجل إلا هذا. قال: والله يعني أنا أشك شك كبير، ولكن أنا أريد أن أرتاح وأريحك وأدفع الشك باليقين، أنت طالق. هذا لأنه موسوس، طلاق هذا لا يقع. طبعا ما نفتي بالطلاق، يفتي العلماء. طيب وسواس، لو تفتح هذا الباب لا يغلق عليه. إذن قلنا أن الشك ينقسم إلى قسمين: أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك قوي. القسم الثاني أن يكون الشك في وسط العبادة، أن يكون الشك في وسط العبادة. ماذا يصنع؟ ينظر ماذا يترجح لديه. شك، هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ أيهما ترجح؟ قال: أرجح أنها 4. قال: اجعلها 4 وتسجد للسهو. قال: أرجح أنها 3، اجعلها 3 ويأتي بالرابع واسجد للسهو. تساوى الأمران، استوى الماء والخشبة، ماذا تصنع؟ تبني على الأقل. إذن ليس دائما تبني على الأقل، مفهوم؟ هذا إذا كان الشك داخل العبادة. لكن الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، أكثرنا عليكم التقسيمات، أعيدها إن شاء الله تعالى. الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين: كثير الشكوك وقليل الشكوك. في بعض الناس يقول: أنا دائما أسجد للسهو ودائما أشك سجدة أو سجدتين. نقول لهذا: أنت موسوس، اجعلها دائما سجدتين ولا تسجد للسهو. قال: يا أخي صلاتي باطلة. نقول: باطلة لو رجعت لهذه الوساوس، اقطع الوسواس. قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. مرة أخرى، الشك ينقسم إلى قسمين: بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. الشك داخل